نظم مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة فعاليات وأنشطة ترفيهية وتعليمية للأطفال تهيئهم لاستقبال العام الدراسي الجديد. واحة من التعرف على تنوع الحياة الطبيعية في مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية، فهو معلم سياحي بارز في مدينة الشارقة يوفر للزوار تجربة فريدة لاستكشاف أنواع الحيوانات المختلفة التي تعيش في المنطقة. وضمن الفعاليات المتنوعة التي يقدمها المركز جاءت فعالية العودة للمدارس محملة بمزيج من الأنشطة التعليمية والترفيهية تجهز المشاركين للعام الدراسي الجديد. بهدف تهيئة وإعداد الأطفال للعام الدراسي والعودة إلى المدارس من خلال التنويع في الأنشطة المقدمة، عندنا ورش عديدة كورش التلوين، ورشة السلحفاة الملونة باستخدام الشرائط، وعندنا أيضا ورشة ترتيب القصة وحل الكلمات المتقاطعة، وأخيرا عندنا مجسم الباصل الكبير الذي يسمح للأطفال بالتقاط الصور التذكارية. الأنشطة في الفعالية تنوعت ما بين ألعاب ممتعة وتلوين رسومات الحيوانات، وعكست البهجة على وجوه الأطفال، كما قدمت مجموعة من القصص والألعاب المصممة لتعزيز المهارات الأساسية مثل التركيز وحل الكلمات المتقاطعة. جيت مع أهلي وشفنا الحيوانات ولونا ولعبت الكلمات المتقاطعة. أنا استمتعت واجد بهذا المكان وشفنا الحيوانات ولونت وقرأت قصص وواجد حلو المكان وتعرفت على الأطفال. هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة وبتنظيمها هذه الفعالية في المركز حرصت على توفير جو من المرح والمتعة للأطفال وتحضيرهم لبداية العام الدراسي الجديد بروح إيجابية. هذه الفعاليات من ورش وأنشطة متنوعة تهدف لتهيئة الأطفال لبداية عام دراسي جديد مليء بالحماس والنشاط. لأخبار الدار مهر الكتبي الشارقة.